بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رانا لحقنا الغلق تاع البواطة تاع الكونغو تاع حبيبنا اللي كان فيها بيديو مكسر راكم تشوفوا. انا جبنا له واحد الله يبارك كثر خيره خويا خالد، ما ننساش خيره خويا خالد العيفاوي. هاني درت لك ديديكاس من هذا المنبر خالد ده باش تعرف هكذا خويا خالد. المهم انا جبنا لوبينيون، شوف زوج سنات طارو ثلاثة هنايا واحدة هنا. المهم انا جبنا لوبينيون تاع حبيبنا هذيا، دوك ان شاء الله نديرو لها مونتاج نوريكم واش كاين. خلينا هذه مش تاعها، انا ديما ندير لاباغ هذيا باش ما راكم تعرفوا عليها بلا ما نقولكم. بسم الله استنى ندير لها شوية زيت. قال لك اجريسي خير من اللي عندنا شافي. نديروا لها شويه زيت نحطها في بلاصتها. بسم الله هنا نحبسوا باسكو كاين قاريه صغيره نديروها. هذه الصغيره تجي هنا هاي دوك نورمال. نطلقوا البواطه تاعنا تهبط. خاصنا تشوف فوالا كاينين ذاك من الحاجات تنفع حلها فوالا. كاين دي فوا الحاجة وين تنفع حلها دير فيك السكارة دير المنقر سبحان الله. هذا كل حال تروح تولي نديرو طوموبيل. اي هيا ذاك عيط لي مصطفى. هيا داكور مصطفى خلاص بسلامة خويا صاحب بسلامة. المهم رانا ركبنا كان معنا حبيبنا ثاني هنا ميكانيسيان كان جا لي يشوفني. على كل حال انا ركبنا لونسومبل هكذا دوك واش ندير فكيرها وليكا. خلينا ما حكايه التفكير ما درتوش انا ديما نقولها لكم صح. نديروا لها اللصقه نحطوا لا كلوش تاعنا ونرجعوا للسانكيام بالخف ما تتقلقوش. استنى ندير بوز باش ندير اللصقه باش ما نكثرش الوقت ولا الفيديو طويل ولا ما يتبارطاجاش وكذا راكم تعرفوا. انتظروني بالخف قبل ما ندير اللصقه. استنى نركبوا لا فرشاه تاع طروازيام كي يقولوا لي نسيتها. يا انا عارف اللي ظلوا تعسوا فيا يعني تعسوني عس بصح معليش انا نفرح بالجماعه هذوك اللي ينتبهوا والله غير صافي بليزير. كيما واحد البارح قالوا لي ما درتش السيركليبس ما درتش السيركليبس تاع يا ودي. قلت له السيركليبس انا درته انا ما قلت لكم شحال من خطره ما تفوتنيش حاجه كيما هذيك. فهمتوا علاش ما تفوتنيش باسكو نحط كلش فوق الطابله. كي نحط فوق الطابله ما نبقاش نبريكولي راكم معايا. بون انتظروني بالخف نطبع لا فرشه تاع تروازيام كاتر ايام ونرجع لكم. هيا توت سويت. بون راح نديروا لا كوبي تاعنا. هانا نضربوا بالمرطوة واللي ما عجبوش الحال كيف كيف. هذه هي دوك حنا الكوبي ماشي راح ندخلوها بصبعتينا. سمعتوني خاص كاين بزاف يقول لك ما تضربش بالمرطو. الكوبي تدخل بالمرطو ما عندهاش حكايه الضفر. هكذا خالتي باش تكونوا على بالكم. بون ندير لها اللصقه داكور ندير لها اللصقه نحط لها لاكروش تاعها الفوقانيه نزيرها ونرجع لكم. نوصيكم حاجه برك هذه لا غليشير ما تنساوهاش داخل الباطا. راني نقول لكم ديما لا غليشير داخل البواطا تكريسي السانكيام. هذه تجي هكذا الداخل تكريسي له السانكيام. السانكيام الزيت تجي من داخل البواطا تجي هنايا وتسيل لداخل باش تفهموا. حنا رانا نوريوكم وتعلموا منا واستفادوا. انتظروني ندير اللصقه نحط لاكلوش ونرجع لخوتي. شكرا. انا ركبنا السانكيام تاعنا نزيروه
اهداف اهداف راه تشد لي البطر واحد راه شد لي البطر راه نزير السنكيام هاي فيديو يمشي راه شدي شوف شد شوف شد مليح عارف لك هذا الدور خليها شد الدور خلاص المهم خلاص روح دوك انا نقرا اه يا خلاص سي بون بس خلينا نكملوا نحطوا الاسقابه سرعتني بون خلاص انا درنا السنكام تاعنا دوك واش نديروا نحطوا الكاش تاعنا كما راكم تشوفوا نديروا له شويه الاسقاف في الجوان تاعو ونحطوه هكذا خاوتي انتظرونا بالخف بون باطا سي بون انا اللي قلناها راهي مريقله هكذا نعيطوا لمولاها يجي يديها وربي يسهل ان شاء الله ادعوا له بالتوفيق ها والله فر تاعو البينيون اللي تكسر له راكم شفتوه ها وليك انا بدينا لو بينيون جديد شباب وربي يسهل ان شاء الله والله يوفق ادعوا لنا ربي بالتوفيق وان شاء الله ربي يصلح حالو هكذا خاوتي يعطيكم الصحة ما تنساوش ديرونا بارطاج كيما يقولوا هكذا ودعوا لنا ربي بالتوفيق ان شاء الله واستفادوا معنا كيما رانا نوريو لكم ماناش نبخلوا فيكم هكا وشكرا لكم والسلام عليكم.